شوفوا من جديد الاعاده للتواغل الاخير من عبد القادر الوسلاتي. التصويبه مشيت على مستوى القائم الثاني ورامي جريدي بطل. رامي جريدي متالق الى حد الان ويتفادى هدف ثاني محقق للنادي الافريقي بعد الهدف الاول يتفاداه ايضا مع سيف الدين الجزيري، والتصويبه على مستوى القائم الاول. تبقى الكره لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الى حد الان المحاولات تنبئ باهتزاز الشباك من جانب الافريقي، وننتظر رد الفعل للنادي الرياضي الصفاقسي. ومن جديد واضح التوصيات لبسام السرارفي باش يتبع التوغلات والصعود لعلي معلول. عبد القادر الوسلاتي من جديد، التوزيع الى سيف الدين الجزيري، والمتابعه من ياسين مريح. المجهود الدفاعي لياسين مريح في قطع التوزيع الاخيره الى سيف الدين الجزيري. في الاثناء حسان الحرباوي، حسان الحرباوي والمخالفه، المخالفه لصالح النادي الصفاقسي والانذار ضد هشام بالقروي. الهام انه كل فريق اليوم يسعى الى تحقيق الانتصار، تحقيق الفوز بالنسبه للنادي الصفاقسي لتاكيد جدارته بالانطلاقه الممتازه اثناء وتسع انتصارات خلال 10 لقاءات، والافريقي يحب يفتح صفحه جديده. الفريق البطل مازالوا الجولات، مازالت البطوله، وفي انتظار الاطار الفني الجديد. الى حد الان مردود مقنع من جانب الافريقي على مستوى التواجد في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، في انتظار ايضا قوه الكرات الثابته، قوه ايضا الجهه اليسرى على ذكاء مع العيفه، ثم ايضا اصرار في المحاوله من علي معلول والهدف الاول. الهدف الاول والاجابه بالنسبه للكرات الثابته من علي معلول. قلت قوه النادي الرياضي الصفاقسي في الكرات الثابته والاختصاصي الاول علي معلول، تقريبا في الدقيقة 20 ينجح في احداث الفارق لفريق السي اس اس. ما سجلش النادي الافريقي، تألق رامي جريدي وكرة ثابتة، وهذا هو الاختصاصي والحنكة والرجلة اليسرى الممتازة بالنسبة لعلي معلول، وتمكن من احداث الفارق وعلى عادته يكون حاسم في تنفيذ الكرات الثابتة و يمنح الأسبقية لفريقه. إذا علي معلول يتمكن من أحداث الفرق، والكرة ناجعة، الكرة أهداف، والكرة تسيم. إيزيكيل كجناح أيسر هذه المرة، كرة خاطئة من إيزيكيل، يسترجع الاستحواذ على الكرة الأفريقي لكن يخسرها من جديد. جينيور أجايي، جينيور أجايي، جينيور أجايي، وفرصة، فرصة كبيرة لجينيور أجايي. تباطأ في التصويب وأطنب في محاولة الاقتراب من المرمى جونيور أجايي، وفرصة مضاعفة النتيجة أو الإعادة للمحاولة. نشوفه تقريبا وجه لوجه مع الحارس وعاطف الدخيلي بمساعدة غازي العيادي يتفادى هدف ثاني محقق. ربما لو كان الهدف وسام بن يحيى، البحث على أكثر توازن، ايضا استرجاع الكره في وسط الميدان. عبد القادر الوسلاتي، عبد القادر الوسلاتي يدخل مناطق الجزاء، فرصه للنادي الافريقي والتغطيه حاسمه، وكاد يكون الهدف التعادل للنادي الافريقي. ومجدي المسراتي ينقذ الموقف، واكيد مش راضي المدرب شهاب الليلي على سهوله اختراق عبد القادر الوسلاتي لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، وكره هديه بالنسبة لجديد مع اقترابنا من ربع ساعة الأخير للمباراة رقم 123 بين الفريقين. مجدي المسراتي يقوم بعمل دفاعي وكذلك هجومي. جونيور أجايي، جونيور أجايي، مصعب ساسي، مصعب ساسي، شكون طلب الكرة؟ علي معلول، علي معلول، علي معلول، وفرصة كبيرة للنادي الرياضي الصفاقسي، فرصة كبيرة من هجوم معاكس للنادي الرياضي الصفاقسي. وعلي معلول فوت مضاعفة النتيجة من هجوم معاكس
مركز ودقيق، وعلي معلول كاد يحقق الثنائية. من المفارقات أنه الظهير الأيسر للنادي الصفاقسي. إذا رامي جريدي اليوم المباراة رقم 9 عليه في حوارات الفريقين. كرة طويلة لإيزيكيل سيف تقا ستيفان حسين ناتر، هذا اللاعب اللي يخلق التوازن أيضا يلقى الحلول، يبدأ قريب من محور دفاع النادي الأفريقي. هشام بالقروي تبع في مجدي المسراتي، إيزيكيل أمام ستيفان حسين ناتر، كرة خاطئة من ناتر هذه المرة من المرات القليلة اللي أخطأ التقدير. مجدي المسراتي مباشرة مصعب سيسي، مصعب سيسي أمامه علاء البسلمي، مصعب سيسي، مصعب سيسي توزيعة على مستوى القائم الثاني، والهدف، الهدف بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي وجونيور أجايي، جونيور أجايي هدفان مقابل صفر. ضيع في الشوط الأول فرصة كبيرة وفرصة إنهاء المباراة، لكن هذه المرة يحط الكرة كروازي وتصويبة رأسية بعد تمهيد. شاهدوا الصنعة بالنسبة لمصعب سيسي، التوزيعة بالرجل اليسرى، وجونيور أجايي في زاوية صعبة على الحارس عاطف الدخيلي، هدفان مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي. الكرة تسيم، الكرة استغلال فرص، واستغل النادي الصفاقسي على أحسن وجه الفرص المتاحة. وجونيور أجايي من الانتدابات الناجحة للخط الأمامي، وأكبر دليل تسجيله لهدف ممتاز الموسم الفارط. والكرة الأخيرة والهدف، الهدف، الهدف لمصعب سيسي، مصعب سيسي، مصعب سيسي يتمكن من التسجيل، وما ثماش وضعية تسلل ضد النادي الرياضي الصفاقسي، ومعنويات مرتفعة لمصعب سيسي اللاعب السابق للنجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. واضح كي يقبل الهدف فريقين. نتابع وسام بن يحيى وتذليل الفارق، تذليل الفارق للافريقي عبر وسام بن يحيى، ورغم الهفوه من رامي جريدي تصفيق من جانب جماهير النادي الرياضي الصفاقسي باعتبار انه فسخ برشا اهداف، وحاليا يقبل هدف بعد التصويبه الاخيره من جانب. نشوفوا وسام بن يحيى، اذا ما تمكنش من الكنترول تاع الكره هذيا، وايضا مسك الكره وتسير في كره القدم.